الاستعمالات الطبيه ديال نبته القنب الهندي، اول حاجه ما غاديش نقدروا نهضروا على الاستعمالات ديال النبته بقدر ما غادي نهضروا على الاستعمالات ديال بعض مكونات ديال النبته. فالمساله هذه هي تقدر تبان ك ان ديتاي، يعني شي حاجه اللي هي ثانويه، ولكن هي مهمه لان النبته فيها بزاف ديال المكونات، وبعض من المكونات عندها واحد الامكانيه ديال الاستعمال، والابحاث يلاه يعني يلاه جاريه، كاين امل كاين وعود، الابحاث كتوعد بزاف ديال الامور، يعني النتائج وصلنا لها لحد الان او اللي وصلوا لها الباحثين لحد الان هي يعني ايجابيه في عدد من المجالات، في عدد من الاضطرابات العصبيه والنفسيه، انما مازال خاص ابحاث اخرى باش نتاكدوا من الفعاليه ديال هاد المكونات ديال النبته. كنأكد من المكونات ديال النبته وشي النبته بصفه عامه، و الى اي درجه او الى اي قدر نقدروا نستعملوها بسلامه، لان فاش كنكونوا بصدد شي حاجه جديده كيخصنا نتاكدوا من الفعاليه ديالها، يعني اسكو سي سيكوريزي اسكو بو لوتيليزي بكل امان. دونك هذا هو الجواب على السؤال. كاين مكونات اخرى ديال النبته اللي ما صالحاش، داك الشيء علاش غادي يختم استخراج المكونات اللي هما مزيانين بالنسبه لهاد الاضطرابات اللي شرط ليها، والمكونات الاخرين اللي هي ماشي صالحه فغادي نستغناو عليها. الابحاث لحد الان النتائج اللي بدات كتخرج في هذه السنوات الاخيره، ماشي بزاف في السنوات الاخيره وماشي في جميع الاضطرابات، كاين لان البحث العلمي كيمشي على مراحل، هذا الشيء علاش المسائل كتقدر تاخذ وقت، ما نقدروش نجيو ونجربوا مثلا في الانسان، كيكونوا مراحل واحد العدد ديال المراحل قبل ما نقدروا نتاكدوا من واحد النتيجه اللي هي علميه. فالى حد الان الابحاث كتبين فعلا ان بعض مكونات القنب الهندي عندها فعاليه في مجال تخفيف من الالم، لان كاين دي دول كاين آلام اللي كتجاوب مزيان على حد النتائج اللي حصلنا عليها لحد الان مع بعض مكونات القنب الهندي، وكاين ايضا فعاليه ماشي غير على الالم، يعني كاين فعاليه الى حد المجدريه اللي كتخص الاضطراب حد ذاته، مثلا في كل ما هو عنده علاقه مع الصرع، في كل ما هو عنده علاقه مع بعض الاضطرابات النفسيه ايضا. النتائج الاوليه ديال الابحاث هي مشجعه، هي واعده، ولكن خاص مازال ابحاث اخرين باش نتاكدوا، باش نكونوا في واحد يعني في واحد اليقين علمي بين قوسين اللي حنا مازال يعني الابحاث مازال متواصله باش نقدروا نوصلوا ليه. بالنسبه لهذه الابحاث واش هي داخل المغرب ولا خارج المغرب؟ راه لحد الان وعلى حد العلم ديالي كنهضر على الابحاث اللي هي كتجرى خارج المغرب، يمكن مع الوقت يقدروا يكونوا فرق علميه طبيه وطنيه اللي حتى هي تقدر تنخرط في هاد الابحاث هذه، ولكن هادشي اللي كنهضر عليه على حد العلم ديالي هما فرق ديال العمل اللي اشتغلت خارج المغرب.